أكد الجيش المالي مقتل قائد كتيبة تحرير ماسينا أمادو كوفا خلال هجوم نفذته قوات بارخان الفرنسية والجيش المالي بمنطقة موبتي وسط البلاد، وأدى إلى مقتل 30 مسلحا. وتأتي هذه العملية بعد أسبوعين على دعوة أمادو كوفا في شريط مسجل ظهر فيه إلى جانب إياد غالي ويحيى أبو الهمام الفلان إلى ما سماه الجهاد. التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير. الجيش المالي يؤكد على لسان المتحدث باسمه ديران كون في تصريح لوكالة رويترز مقتل القيادي بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين قائد كتيبة تحرير ماسينا أمادو كوفا. تأكيد يأتي بعد ترجيح من طرف قيادة الأركان الفرنسية بأن يكون كوفا بين 30 وصفتهم بالإرهابيين قضوا في عملية نفذتها قوة بارخان بولاية موبتي وسط مالي. وقد استخدم الجيش الفرنسي في هذه العملية طائرات من طراز ميراج 2000 ومروحيات تيجر وغازيل، إضافة إلى طائرات ريبر وهي طائرات بدون طيار. تأتي عملية مقتل كوفا التي استخدمت فيها عدد من الطائرات والمروحيات الحربية، ووصفتها وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي بالعمل الشجاع واسع النطاق. تأتي بعد أسبوعين على دعوة أمادو كوفا الفلان بإفريقيا إلى ما سماه الجهاد. وقد ظهر كوفا في شريط مصور إلى جانب كل من الطارق إياد أغالي زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والجزائري يحيى أبو الهمام زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. عملية مقتل كوفا تعتبرها فرنسا ومالي انتصارا على الجماعات المسلحة الناشطة بالمنطقة، وخصوصا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تعتبر كتيبة تحرير ماسينا أحد مكوناتها، كما تعتبرها ردا على الهجمات التي تنفذها الجماعة باستمرار في الشمال والوسط ضد الجيشين المالي والفرنسي. ويعتبر كوفا أحد القيادات البارزة للجماعات المسلحة في منطقة الساحل، وينظر البعض إلى كتيبة تحرير ماسينا التي أسس منذ سنوات باعتبارها مساهما رئيسيا في نقل التمرد القائم بمالي منذ 6 سنوات من الشمال الصحراوي النائي إلى الجنوب المأهول بالسكان. ومعنا في الاستوديو اسماعيل الشخصيدي خبير في شؤون غرب القارة الإفريقية. أهلا وسهلا بكم اسماعيل. أهلا وسهلا، شكرا على التبدع. بداية، ما دلالة هذه العملية وما الذي يمثله مقتل أمادو كوفا لفرنسا ولمالي؟ أمادو كوفا مقتله يشكل ضربة إعلامية أكثر منها سياسية، لأنه هو يعني رجل مثير للجدل أكثر مما هو فاعل ضد قوات بارخان. هو يعني تعرف على إياد أغا غالي في إطار دعوة، بإطار جماعة الدعوة والتبليغ، وحمل السلاح في وجه الدولة، ولكنه مع حمله السلاح يعني ابدى رغبته في التوسط لدى الحكومه الماليه من طرف رئيس السابق للجمعيه الوطنيه، هو من عرقيه بيل، عرقيه الفلان، اضافه الى انه جنى على الفلان كثيرا من الافات، لانهم بطبيعتهم منمون، وجيرانهم من بامبرا ودوغون مزارعون، وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فقد مات في سنة 2018 500 فرد من هذه العرقية نتيجة لهذه التداعيات وجود هذا الداعية المشهور أساسا في الواتساب واليوتيوب الذي حمل السلاح في وجه الدولة. ومقتله في أطراف غابة وقادو غير بعيد من موبتي أيضا تشوبه عدة شوائب. القيادة الجيوش المالية يعني تفخر وتتبجح بجواسيس داخل جماعة جبهة كتيبة ماسينا، كتيبة ماسينا التي صارت كانت جبهة تحرير ماسينا وأصبحت مكونا من مكونات منظمة النصرة. ولكن أيضا القوات الفرنسية تقول إنها يعني خاضت معركة كبيرة ضد قاعدة، ومن المعروف أن جبهة النصرة هي متحركة وغير ثابتة. إذا مفهوم القاعدة من الناحية العسكرية
يعني على أمامه علامة استفهام، إضافة إلى أن التحييد الذي تحدثت عنه فلورانس بارلي في على تويتر وزيرة الجيوش الفرنسية، هذا التحييد هو لغة مؤدبة يستخدمها العسكر عادة عند الموت، ولكن الثابت في الصحافة المالية أنه لم يمت قيد العملية جميل. 22 إلى 23، ولكنه مات يعني متأثرا بجراحه على ذكر 10. على ذكر العملية، هذه العملية تأتي بعد أسبوعين من دعوة أمدو كوفا مكونة الفلان بالمنطقة إلى ما سماه الجهاد. هل تثير هذه الدعوة المخاوف لدى الأطراف المستهدفة مثلا؟ أحمد الكوفة يعني كما سلفت جنى على عرقية الفلان. عرقية الفلان هي من أكثر الأعراق المنتشرة في جنوب الصحراء، وهي موجودة حتى في منطقة البحيرات الكبرى. هذه العرقية أصلا عرقية يعني مهاجرة في منطقة الصحراء الكبرى، وقادمة في الأصل في حسب المؤرخين من اليمن، وبينها تعالقات مع العرب، يقولون إن أصلها حمير، وهي موجودة عندنا كمكون وطني لغة وشعبا في موريتانيا، والآن في منطقة جنوب الصحراء منها رئيسان، يعني لكي لا نقول إن آدم بارو هو من عرقية بيل لأنه ولد في سونينكي، ولكنه بيل على الأقل من ناحية من ناحية السحنة ومن ناحية الأصل. ورئيس السنغالي ماكيسال هو أيضا من عرقية البيل، ولدينا في موريتانيا أدباء وقادة يعني صاروا فيما بعد رؤساء هم من البيل، مثلا أمادو تانديان في تانديان في 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 النيجر ومن أصل موريتاني. هذه العرقية هي عرقية مثابرة ومجاهدة أصلا، ومن أشهر قادتها الذين فكروا في تأسيس دولة هم الماميات المامي الموجودين في منطقة الفوتا، وزعيمهم الأكبر هو الشيخ الصوفي المربي الحاج عمر الفوتي. أما دونكوفا ليس له نفس التكوين، ولكنه مزدوج اللسان ويمارس السياسة أصلا في خطاباته الدعوية. أكبر دليل على موته الآن هو ما استخدمه البرابيش في تومبوكتو حين لاحظوا أن زوجتي بالأعوار دخلتا في عداد الأرملة في عداد الأرامل، بحيث يعني التزموا بعدة الأرملة، التزمتا بعدة الأرملة. إذا 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 دخلت زوجتا كوفا في عدة الأرملة في مبتي، فإننا قد نسلم بموته، وقد يعلن عن خليفة له، رغم أن قياديين ذكر معه جويريتو ودوبولا ماتا معه، ولكن على يعني قد يقلد ابن عمه من في العرقية في بوركينا فاسو الذي مات في صمت ملام جيكو، وتسلم أخوه جعفر القيادة. جميل. إذن الرجل جنى على عرقية الماسينا، يعني الرد المنتظر من طرف ماسينا وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين بشكل عام، يعني أمام في إطار هذا سياق هذه العملية وهذا الاستهداف. الفيديو الأخير يعني كان دعا عرقية البل المسلمة بشكل أكبر، رغم وجود استثناءات في غينيا بيساو مسيحيين. هذه العرقية يعني دعاها للجهاد، وهذا يعني هو حفر قبره بنفسه، لأن هذه العرقية هي أصلا معادية للوجود الفرنسي عبر تاريخها، وهي عرقية مستقلة ومتمردة، وتتعالق كثيرا مع العادات العربية في الثأر وفي الإقدام وفي الشجاعة. ولكن أيضا موت كوفا لا تحل المشكلة، هو أصلا أحمدون قالوا وليس كوفا، كوفا هي نسبة للقرية التي ولد فيها. أحمدون وفاته لا تحل المشكلة بقدر ما تعقدها، لأن الحلحلة الجيوستراتيجية غير المكشوفة حتى الآن في أزواد، في إقليم أزواد، والتي قد تأخذ الجزائر وموريتانيا دورا رياديا فيها، وقوة جيسينك أيضا قد تحل محل مينيسما. هذه الحالة لا بد لها من شريك من هذه العرقية. البول هم يمثلون حوالي 20% من الشعب المالي، وهم يعني مستقلون عن الدولة التي أصلا هي مستقيلة في الوسط وفي الشمال المالي منذ الاستقلال. الدولة الوطنية في مالي يعني لا توفر المدارس ولا توفر الخدمات، يعني المرفق العمومي مستقيل خاصة في مناطق تواجد البول ومناطق تواجد العرب والأزا وكذلك التوارق. يعني طوارق. أنتم تتوقعون ردا من ماسينا إذن وجماعة نصرة الإسلام في هذا الإطار؟ أنا أتوقع بيانا للنعي أولا من إياد أغالي، ومن ثم الوعيد، وأتوقع خليفة له على طريق البوركينية، لأن ملام خلفه جعفر أخوه في صمت، وهذا أيضا هو من امتداد لجبهة النصرة
نصرة الإسلام والمسلمين، ولكن لا أتوقع أن تكون ردته الفعلي، لا أتوقع تأثيرا على عمليات النصرة، لأن مكون ماسينا أصلا ليس بتلك الحدة ولا بتلك النجاعة في العمليات منذ التحاقه بجماعة النصرة. هل كتيبة ماسينا أستاذ إسماعيل لها دور يذكر فيما يخص الهجمات المسلحة ضد القوات الفرنسية والدولية بالمنطقة مثلا؟ كتيبة ماسينا دخلت على الخط حين حاربت الدوغون، المسلحين من الدوغون والبامبارا في عمليات التقاتل مع المنمين، ووفرت شيئا من الحماية، ولكن حسب الأمم المتحدة جرت القصاص وجرت الغضب وجرت جرت المشاكل لهذه العرقية عن طريق الجيش المالي الذي ارتكب جرائم حرب باعتراف الماليين أنفسهم في تحقيقات داخلية عسكرية. أما بخصوص عمليات تقودها ماسينا، فماسينا هي سلم أكثر مما هي مكون، لأنها أدخلت جماعة النصرة وخطابها السياسي والأمني والعسكري إلى راكبي الدراجات النارية في شمال بوركينا فاسو. شكرا جزيلا لكم إسماعيل الشيخ سيدي، خبير في شؤون غرب القارة الإفريقية، كنتم ضيفنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا.